شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على مجموع مشروع قانون الأحوال المدنية. يهدف مشروع القانون النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. جلسة جديدة يناقش خلالها مجلس النواب تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القانون المقدمة من الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية وفقاً لجدول أعماله. الجلسة العامة شهدت موافقة المجلس على مجموع مشروع قانون الأحوال المدنية، والذي يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاماً، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. فقد رؤى تعديل المادة رقم 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية ليصبح 15 سنة 15 عاماً بدل من 16 عاماً، بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق السالفة ذكرها. هذا التعديل جاء اتساقاً مع التشريعات الموجودة الخاصة بمن هم في سن 15 سنة، زي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر شغل الأطفال اللي هم بيصل 15 سنة إلا بعد سن 15 سنة. وخلال الجلسة وافق النواب على قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ، كما تم الموافقة على اتفاق القرض من بنك التنمية الأفريقي لدعم الكهرباء والنمو الأخضر. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع القرارات والقوانين بما يخدم الوطن والمواطن في إطار دوره النيابي والتشريعي.